إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اشرح صدورنا لذكرك وعلمنا كتابك وفهمنا سنتك، إنك على كل شيء قدير. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. أعاننا الله على أنفسنا وأعاننا الله على تقواه سبحانه وتعالى. أيها الأحباب الكرام، ما هي أزمة الأمة اليوم؟ أزمة الأمة اليوم أنه لا يوجد قائد. أزمة الأمة اليوم أنه لا يوجد قائد قوي أمين، لا يوجد قائد ذو خلق عظيم، لا يوجد قائد ذو دين قويم، يعني لا قوي أمين ولا دين قوي ولا خلق عظيم، فكيف يعني تعالج الجراحات وتعالج الأزمات حتى يخرج هذا القائد من بيننا أيها الإخوة؟ تربية الأجيال وأن نخلق القيادات في أنفسنا وبين أبنائنا وبين أحبابنا وإخواننا أمر مهم جدا. هذه الخطبة هي تحاول أن تساعد الإنسان على أن يكون قياديا، وعلى أن نربي الأجيال القادمة، وأن نربي أنفسنا على الشخصية القيادية. ينبغي للمسلم أن يكون قائدا، لا أن يكون ذليلا منكسا. وتعال معي حتى نعنت ببعض المقدمات المهمة جدا، لأنها ترقق القلب فتفتح القلب لما سوف يأتي من معاني مهمة. وقفة مع قلوبنا. عجبا والله أن تعرفه سبحانه وتعالى ثم تذهب تحب غيره جل وعلا. عجب أن الإنسان يعرف أن الله هو الخالق الرازق ثم يذهب يحب غير الله. عجب والله. عجبا من ابن آدم أنه يعرف قدر غضب الله عز وجل ثم يذهب يتعرض في طريق غضبه سبحانه وتعالى. وأعجب من هذا وهذا وهذا أنك تعرف أيها الإنسان أنك أحوج شيء له سبحانه وتعالى. أنت محتاج أشد الحاجة إليه، بل أنك لا تستطيع أن تحرك شيء بدونه سبحانه وتعالى، ولكنك مع ذلك معرض عنه جل وعلا. هذه أشياء علينا أن نتذكرها. أيها المسلم، أيها المسلم، اعلم أن كلمة الله أكبر يؤذن بها الآذان المؤذنون كل يوم 5 مرات، في كل صلاة مرات ومرات نقول الله أكبر، ومعناها ارفع رأسك بالله ولا ترفع رأسك بغير الله. اجعل نفسك مع الله ولا تجعل نفسك في حرب مع الله. أيها المسلم، اعلم أن رسولك صلى الله عليه وسلم جمع بين تقوى الرب سبحانه وتعالى وبين حسن الخلق سبحانه وتعالى وبين حسن الخلق صلى الله عليه وسلم. أما تقوى الرب فهي تصلح ما بين العبد وربه، وأما حسن الخلق فإنه يصلح ما بين الإنسان وخلق الله، بين العبد وخلق الله. أيها الإخوة، لقد قلنا في الخطبة الماضية الشيطان عدو للإنسان، الشيطان عدو مباشر للإنسان. قال تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. كلمة عدو مبين ماذا تريد بعدها؟ ولكن ماذا يقول الإنسان
ولكن ماذا يفعل الإنسان لو صار بنفسه هو شيطان؟ الله عز وجل يقول الشيطان عدو مبين، ولكن انت ايش تفعل لما يقول الإنسان هو نفسه شيطان؟ قال تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. انتبه لنفسك يا ابن آدم، قد تكون في صورة إنسان ولكن في داخلك أنت شيطان، سبحان الله العظيم. وهذا وصف بشع جدا لوقاحة وبشاعة عمل هذا المخلوق الإنسان أحيانا. يعني الإنسان تصل به التصرفات حتى أنه ينسلخ من الإنسان، يصبح شيطان وإن كان الجسم جسم إنسان. وبعدين الله عز وجل يقول: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. تعلم من أسلوب عدوك يسير بك في طريقه خطوات، فسر أنت في طريق الهداية خطوات. إذا كان عدوك الله عز وجل يقول لا تتبع خطوات الشيطان، لأنه يأخذك يسرق خطوة، فأنت يا أخي استفيد. هذا عدو، انظر كيف يتصرف مع الإنسان، لأنه يعرف طبيعة الإنسان. الإنسان يعني اصطياده يكون عن طريق الخطوات، فهنا أنت اصطاد طريق التقوى وطريق الهداية. على الأقل استفيد من عدوك لما كان يأخذك بالخطوات، أن تخوض نفسك في طريق الهداية في خطوات، حتى تجد نفسك رجلا صالحا، قد كونت شخصية وكونت نفسية صالحة. واعلم يا أخي حتى تتربى وتكون قيادي أن لك أعداء، وأهم شيء أنك تقضي على هؤلاء الأعداء، ولكن كيف تقضي عليهم وأنت لا تعرفهم؟ إياك أن تكون صديقا لهم وأنت لا تدري عن نفسك. إذا كان الشيطان عدو مباشر، وقد ذكرنا وتكلمنا خطبة كاملة في هذه القضية، فاعلم أن هناك أعداء آخرين. الدنيا التي تعيشها أنت اليوم قد تصبح عدوة لك، بل أصبحت عدوة للإنسان إذا كان الإنسان تحت سيطرتها وتحت حكمها. تريد النجاة منها؟ أعطيك الحل. لا ترضى بدنيا فوق دنيا محمد صلى الله عليه وسلم. أي دنيا فوق دنيا محمد فإنك قد وقعت. أليس هو القدوة لنا صلى الله عليه وسلم؟ يعني القدوة لنا في إيش؟ القدوة لنا في السير في طريق الآخرة، وفي السير في طريق الحياة الدنيا. كيف كان في حياته؟ لا تزيد. كان صلى الله عليه وسلم حياته معروفة، اقرأ السيرة وانظر كيف كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا، كيف كان يعيش. هو القدوة، لا يستطيع يتكلم أي معترض أو يعترض أي معترض. إذا قضينا على العدو الأول. العدو الثالث الشيطان، الدنيا. العدو الثالث وهي النفس. النفس لا يمكن أن نقول لك شيئا، لأن النفس هي نفس الإنسان. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إذن كيف نفعل؟ النفس لا يمكن أن نقتلها، ولكن كيف نربيها؟ كيف نربي النفس؟ النفس يربيها التعود. فإذا عودت نفسك الطاعة كانت نفسا مطيعة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. عودها الطاعة أصبحت نفسا مطمئنة. والنفس كالطفل، هي مثل الأطفال، مثل الطفل تماما، تعوده على شيء تربيه على شيء يتربى عليه. نفس الإنسان تشبه الطفل، والنفس كالطفل إن شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. هكذا إذن النفس، يعني المقصود منها تربيتها وتهذيبها وتعويدها، وأنك تأخذها على الطاعة فتتعود الطاعة تصبح نفس مطيعة، وإن لا تتمرد عليك وسوف هي التي تربيك لا أنت الذي تربيها. هذا
هذا هو العدو الثالث. العدو الرابع وهو الهوى. عندنا الشيطان، عندنا الدنيا، عندنا النفس، عندنا الهوى، وأهواء الإنسان تلعب بالإنسان. لكن كيف يقضي الإنسان على الهوى؟ اعمل دائما عكسه. إذا كانت نفسك تهوى كذا وتهوى كذا فتعمل العكس. إذا كنت دائما في اتجاه عكس الهوى فأنت تقضي على الأهواء، تتربى الأهواء عندك. فلا يمكن أن تلعب بك وتكون أنت السيد لها والمتحكم فيها. أيها الإخوة، الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: المخلوق إذا خفت منه، يعني البشر، يعني استوحشت وهربت. وحتى المخلوقات المفترسة وغيرها الإنسان يهرب ويخاف ويستوحش. وأما الرب إذا خفت منه أنست به واقتربت منه سبحانه وتعالى. اللهم اجعل خوفنا منك، اللهم اجعل خوفنا منك. سبحان الله العظيم. من خاف من الله خوف الله منه كل شيء. سبحان الله العظيم. والله يا عمر ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر. تصور، سبحان الله، انظر 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 الرجال، انظر الرجال، هؤلاء هم الرجال، هؤلاء هم القادة حقا. يغير الله بهم. أيها الإخوة، هل قسوة القلب تكون قبل الذنب أم قسوة القلب تكون بعد الذنب؟ وقسوة القلب لماذا نتكلم عليها؟ لأنه بعد أن تكلمنا عن الأعداء الآن هذا ملف قضينا عليه، ثم بعد ذلك عندنا ملف خطير جدا حتى نربي الأجيال ويكون عندنا القادة، عندنا ملف خطير جدا وهو ملف القلوب. لأن القلب قال عن القلب عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلب خطير جدا لأنه لا يثبت ويحتاج إلى مراجعة، ليس يومية ولكن يعني في كل لحظة ودقيقة عليك أن تراجع قلبك، هل هو مع الله أم هو مع غير الله؟ أيها الإخوة الكرام، قسوة القلب خطيرة جدا. تعرف لماذا؟ لأن قسوة القلب، هناك قلوب قاسية قال عنها الإمام ابن القيم: هناك قلوب قاسية لا تذيبها إلا النار. قسوتها، قسوة القسوة في هذه القلوب. قال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. أيها الأحباب، إن قسوة القلب ليست قبل الذنب ولكنها نتيجة من نتائج الذنوب، نتيجة من نتائج الذنوب. قال تعالى في اليهود: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. انظر ماذا فعل، نقضوا الميثاق والعهد مع الله. وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. ولهذا أيها الإخوة، لا يذنب العبد ذنبا إلا مباشرة هذا الذنب فيروس يصيب قلبك، فيصبح القلب شيئا فشيئا يقسو ويسود حتى يصبح كما قال تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا لا تستغرب أنك تقف أمام رجال يعني 50 خطبة في العام وأنت تخطب اتقوا الله ارجعوا إلى الله، ولكن الناس يسمعون ولا يكون هناك التفاعل الحقيقي، يعني التغير في حال الإنسان. وهذا لا شك أن السبب المباشر له أن القلوب فيها خلل، فيها خلل. أيها الإخوة الكرام، يا مسلم يا عبد الله، إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله، وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله، وإذا أنسوا بأحبابهم وإخوانهم فاجعل أنسك بالله. انظر هذا الرجل كيف عاش، هذا عاش لله من أولها إلى آخرها.
معاملاته وأخلاقه وبيعه وتجارته وماله وزوجته وأولاده ونومه وحياته عاش مع الله. فلما جاء لقاء الله ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها نائلة أيها الأحباب في الله، هذا الكلام كلام معانيه عظيمة جدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال قدره وبعظيم سلطانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم نور قبورنا، اللهم نور لنا حياتنا، ألهمنا رشدنا وأعنا على ذكرك وشكرك. يا مسلم يا مسلم يا عبد الله، أنت إنسان والإنسان ينسى ولا شك، ممكن إنسان ينسى مفاتيحه، ينسى حتى يضيع شيء غرض من أغراضه، ينسى يعني وقت أو موعد أو كذا، ينسى تجارته ومتاعه. ولكن ما هو أقبح أنواع النسيان؟ إن أقبح نوع من أنواع النسيان هو أن تنسى الله، وأقبح القبح أن تنسى الله وأنت واقف بين يديه في الصلاة، بالرغم من أنه لا ينساك، هو لا ينساك سبحانه وتعالى، ولكن أنت نسيته إياك، فإنه سوف ينساك. قال تعالى: نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أيها الإخوة، نريد نحن أن نربي الأجيال ونخلق القيادات ونكون الشخصيات. عندك بعض المفاتيح أعطيها لك اليوم باختصار، وفي الجمعة القادمة إن شاء الله نعلق عليها إذا كانت هناك فسحة في الوقت. اعلم أن أول باب من أبواب تكوين الشخصية القيادية في المسلم أن يكون رجلا مخلصا، سبحان الله العظيم. النقطة الثانية أن يكون رجلا طالبا للعلم، يريد أن يتعلم. وكيف لا تطلب العلم؟ والعلم هو الطريق الذي يقودك إلى الله سبحانه وتعالى. تعرف هذا الطريق الذي إذا سرت عليه وصلت إلى الله، كيف لا تريد أن تطلب العلم؟ والعلم هو فريضة كما قال عليه الصلاة والسلام، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. الأخلاق الحسنة هذا جهاد وباب، لا يكون هناك شخص يستحق أن يكون قياديا مؤثرا في المجتمع وفي الأسرة وفي الأولاد وفي الجيران وهو لا يلتزم بالأخلاق. أيها الإخوة، من الأمور الأخرى أن الخبرة تلعب دور، والذكاء يلعب دور، والعبادة تلعب دور، وهذا كلام يحتاج إلى تفصيل، لكنني أحب أن أذكر في دقيقتين أنه لا بد لنا من المفتاح الأول في تكوين الشخصية القيادية المسلمة حتى تكون رجل رباني، وهي مسألة الإخلاص. لماذا الإخلاص؟ لماذا الإخلاص؟ لأن نحن نريد من ورائه التربية، تريد من ورائه التربية. نعم، تريد أن تربي نفسك أم تربي ولدك؟ أريد أن أربي نفسي وأربي ولدي وأربي كل من أملك تحت يدي. إذن هنا افهم أن البوابة الأولى هي بوابة الإخلاص. لماذا تريد الولد؟ أتزوجت وأتيت بالولد لماذا؟ من أجل المال؟ من أجل الدنيا؟ من أجل أنها عادة؟ أو من أجل أنها عبادة؟ أتيت بالولد عبادة لله لأنه عمل صالح لا ينقطع. من الذي فكر في هذا عندما تزوج وأتى بالأولاد؟ هل كان يفكر في قضاء شهوته أم كان يفكر بأنه يعبد الله عز وجل بالولد الصالح، يطلب الولد الصالح؟ لو كان يطلب الولد الصالح حقيقة لكان يقدم باب الخلق والدين في المرأة على باب الجمال. أيها إخوة،
المخلصين هم الوحيدين الوحيدون الذين لا تستطيعهم الشياطين. الشيطان استثنى المخلصين من قبل أن يولد، من قبل أن يولدوا وهم في ظهور أبيهم آدم، قال إلا عبادك منهم المخلصين، ما نقدرش عليهم، فبعزتك لأغوينهم أجمعين، لكن المخلصين ما نقدرش عليهم، إلا عبادك منهم المخلصين. إذن الإخلاص خطير، مهم جدا. استثناهم الشيطان من دائرة الإغواء. إن نور إخلاصهم أطفأت نار إغواء الشيطان، يا له من صمود. انظر إلى الصمود الحقيقي، مش الصمود بتاع نشرات الأخبار، يقول لك صمود هم مهزومين خسرانين المعركة كلها، صامدون. صامدون وين؟ هذا هو الصمود الحقيقي أيها الإخوة. الجنود الذين ليس لهم علاقة مع الله يبقى مهزوز، ما تستطيع، لا يأتي بنصر، هذا لا يستطيع أن يأتي بنصر. أيها الإخوة الكرام، مثال، أعطيك مثال على موضوع الإخلاص. يوسف الصديق عليه السلام لما غلقت المرأة الأبواب، جمال وإمارة وملك ومال وماذا تريد، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، انظر الإخلاص كيف يلعب الدور الآن. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. وانظر التهديدات الخطيرة، ولئن لم يفعل ما آمره، هو مأمور وتحت الأمر وتحت القهر، وهو يعني متحكم فيه، هو اشتري بالمال، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين، الإذلال والقهر والتعذيب والتنكيل. ولكن انظر وتأمل في قولها تشتكي للنسوة الذين حضروا، ولقد راودته عن نفسه، تعترف ولقد راودته عن نفسه، ولكن فاستعصم، تعرف لم تقل فرفض، ولكن استعصم، بمعنى أن الباب مقفل لا يوجد مجال أبدا، فاستعصم. انظر الامتناع، قوة الامتناع، انظر كيف اجتمع الأعداء على يوسف عليه السلام، الإغراء والإغواء والإمارة والمال والتغليق وإلى آخره وآخره. ثم انظر كيف نطقت حقيقة الإخلاص في قلب يوسف الصديق عليه السلام. هذا درس للشباب حتى يتعلموا. قال ربي، ولم يقل لها، ولم يقل للجنود، ولم يقل لزوجها، ولكنه مع الله قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. تعرف كلمة السجن أحب إلي؟ هذا شعار المؤمن في وجه إغواء الشيطان. إنها العفة تحت نيران السلاسل والسجون والأغلال والتهديدات والإذلال إلى آخره. الله أكبر، هذا هو الإخلاص وإن بلاش. نحن أين نصيبنا من قضية الإخلاص؟ تريد تعرف نفسك مخلص أم لا؟ أنا أعطيك الجواب. تريد تعرف نفسك مخلص أم إنك تلعب في موضوع الإخلاص؟ إذا كنت تخشى الله بالغيب فأنت من المخلصين. إذا كنت تخشى الله بالغيب، لا أحد يراك إلا الله سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.